أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا آج کے دن مجھے استغفار کرنے والوں میں اپنے نیک عبادت گزار بندوں میں اور اپنے مقرب اولیاء میں قرار دے دے اپنی مہربانی سے اے بہترین رحم کرنے والے.